كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول قل عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول قال إيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. استعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أبو هريرة يدعو فيقول. مو أبو هريرة. لك مو أبو هريرة. النبي هو يدعي. قال عن أبي هريرة. عن طلع علي لا استعجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان كان رسول الله صلى كرر مرة بدون تسجيل خليها لا ما في طلع علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما لا لك عن أبي هريرة قرأ مرة بدون تسجيل خليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كان رسول الله يدعو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انزل تحت انزل تحت. عبد الرحمن شو عم تسوي؟ ما عم تقرا على سيرة تلعب هلا يلا يلا حمد. كان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله كان شو شوي كان رسول الله شو شوي شو شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول أعوذ بكلمات الله التامات اللهم أصلح لي ديني. طيب يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي دنياي التي فيها ديني ديني دنياي آخرتي ورا بعضهم سهلين ما في أسهل والله متى تشرب كاس المي يلا يلا. تعالوا تعالوا تعال اجلسوا 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 هاي ما اسر هاي اجلس يلا يلا يلا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري الذي هو عصمه امري الذي هو عصمه امري شوي شوي واصلح لي دنياي التي فيها معاشي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معاد واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. حفظتها؟ طيب يلا نشوف يلا يلا عبد الرحمن دورك تعال. زيحك شوي زيح الحيطك شوي اللهم أصلح لي ديني زيح شوي زيح شوي زيحك الستاند هيك شوي يلا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الدنيا زينة زيادة لي من كل واجعل الحياة زيادة لي في كل خير يلا واجعل الحياة يلا يلا حمد لو تراجع صح يلا زين استعد على جنبك المنبر وغطي عليه زين استنى شو على جنب لا مين منبر اي بس عندك اي عندك اي بس هيك شوي بس شوي بس انا مثل الثلج اي يلا 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 حمد اقرا حديث عشان تركزوا بدون تسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الدنيا واصلح لي آخرتي التي فيها معادي
شو استسلمتوا لها؟ لانك طريق خطأ خطأ. ايش اسمه؟ تعال عندي، تعال عندي، تعال عندي. يلا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. يلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: حط صباعك هيك. اللهم اصلح لي ديني، اللهم اصلح لي ديني الذي وعدت مؤتمني، واصلح لي دنيا التي فيها معاشي، واجعل الاخره، واصلح لي اخرتي. ثلاثه اصلح. واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل حياته زيادة لي في كل خير. شو الخير يعني؟ عمل الصالح. واجعل، طلع لي، واجعل. لا قرأت 10 مرات. يلا خلينا نجرب. واجعل، واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت، اجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. خلينا نسمع بكرة نشوف. السلام. شو اسمه؟ شو اسمه يعني؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه. لا ابي، خلاص خلاص، بس عن ابي هريرة. ماشي. لا شو بس، شو اسم هاي دعاء؟ شو اسمه؟ هو من جوامع الكلم، اسمه او دعاء، دعاء الاصلاح. دعاء الاصلاح. في كثير دعاء يرسي. السلام عليكم. دعاء الاصلاح. اللهم اصلح لي عم بحكي حمد والله. لا قسم بعزة. يلا خلاص، خليك 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 أبي علي خليك. يلا عبد الرحمن، خليك 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 يلا خلاص خليك 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 يلا. حط ورقة بإيدك ولا حط ورقة بإيدك؟ حط ورقة. أشكو بالحديث يكتمر. يلا يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم أصلح لي. لك يا أخي مو اللي قال رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. تعال عندي، تعال عندي، تعال عندي. اجلس عندي، اجلس 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 جنبي هون. عن ابي هريره رضي الله عنه. اللهم اصلح لي. هذا اصبح شوي، اصبح اسمع شوي. عن ابي هريره رضي الله عنه، طلع لي هون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الحياة ايدك زيادة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر. واجعل الموت راحة، راحة لي من كل شر. انت ما حفظت وجيت مباشرة انت ويات ناتكم سوا. اي ما كررت، محمد كرر اكثر منك. قوم محمد جرب انت. انت يلا كرر لي يا بكر، تخرى لي هون. اللهم اصلح لي الدنيا ديني. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واخرتي. واصلح لي اخرتي. هل ما كنت عم بحفظوني كنت محاشي. طيب يلا خلينا نشوف عمر. يلا جاهز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واجعل زينه لدنيا. واجعل الحياه، زينه يا الله. عبد الحمد. واجعل الحياه، طلع. واجعل الحياه، واجعل الموت، عكس الحياة الموت. واجعل الحياة زينة زيادة لي في كل خير. زيادة لي العمر الصالح يعني. واجعل الموت راحة لي من كل شر، من الفتن يعني. يلا. ما فهمت كلامك انا. واجعل الموت،
راحة لي من كل شر وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. وديني وين راح؟ راح سافر. يلا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا رجع أنت فرصك. لا اقرأ طلع لي عينك عليها. أصلح لي ديني الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة الدنيا زينة لي. ما في زينة، زيادة 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 بالخير، زيادة بالعمل الصالح. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. سهلة جدا. اجعل الحياة زيادة لي بالعمل الصالح. خلاص خلي يعني حضرته خلي بدون تروح تسمع خلي يلا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اصبر شوي كان رسول الله يدعو فيقول طلع رجع رجع الأول. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول فيقول يدعو فيقول اللهم اصلح اللهم اصلح لي دنياي ديني التي الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي اخرتي التي فيها معادي عودة يعني هناك. واجعل الحياة لي اجعل الحياة زيادة لي من كل في خير. كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. والله اسهل من شرب الماء. خمس شغلات لنا مبينين. اصلح 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 اجعل اجعل اصلح ديني دنياي اخرتي واجعل الحياة والموت. يا الله ما اسهل. روح اما جرب طلع اللهم اصلح لي دنياي التي اصلح ديني واجعل لي الحياة اللهم زيادة لي في كل خير. طول ما انا عايش زيدني اعمال صالحة. اللهم اصلح لي في كل خير. اللهم اصلح لي ديني. نوس خلينا نجرب. نوس خلينا نجرب. نوس خلينا نجرب. يلا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي دنياي التي ديني ديني أول شغلة بعدين دنياي. اصبر يلا. وثاني شغلة مو أنت قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. طب هاي فينا الجوازة فينا الجوازة هاي بس هم المتن هم متن الحديث الدعاء. قرر لي أنت. عن أبي هريرة رضي الله طلع لي هون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم عيده. يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في العمل الصالح زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. لا لسه ما حفظته طب أعطيه فرصة حماد فرصة واحدة بس. ها
يلا واحد. يلا انطلق عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن بعد شيخ لطيف. تاخر احمد تاخره تاخره. احسن خلي بيت شوي. عبد الرحمن ترى الحديث حفظه. يلا يلا ايه جرب اخرى. يلا بس انا ترجع الكاميرا طفت. يلا اخذت صوره انا فيديو. السلام عليكم. عن ابي هريره بس بلش او السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي في هو عصمته أمري. أخبره. تعطي فرصة ثانية. طيب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصية أمري. عصمته. عصمة. يلا بعد. بعد بعد بعد. بعد. يلا. ما بتحفظوا مني شانك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الآخرة رحاية فرصة ثانية. يلا حبيبي أصلح 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 اجعل اجعل أصلح. أصلح لي آخرة التي فيها معادي يعني يا أبي الدين والدنيا والآخرة. اسمعني الدين طلع الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يلا راه مسلم. طيب يلا اشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرتهم بطلع حال المشاعر. لا هيك فاشك طالع طلع طلع ترى صورات. لا 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 والله مش هيك والله العظيم مش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل آخرة واصلح لي اخرتي. ثلاث اصلاحات يا ابني ثلاث اصلاحات. اصلح اصلح اصلح. الله الله مضبط شوي. يلا تعال عند عبد الرحمن. ابي كم دور هو ياخذ؟ راجع انت عشان ما تاخذ كثير. يلا انا بس اخذ ثلاث دورات. يلا اخر دور نمشي ما ضل وقت لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لا بس اول دي ابي يعرف شو هاي يعني. اصلح لي ديني اصلح لي دنياي واصلح لي اخرتي واجعل حياته واجعل الموتى معادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل اخرته زياده لي واجعل حياته. خلاص كفي اليوم. تعال عبد الرحمن جرب فرصة أنت. جرب فرصة. وبعدين عبد الرحمن إذا ما عجبك الموضوع هيك سكيك والجوال شكو. يلا صلوا الضحى خلينا نمشي. تأخرنا. صلوا الضحى خلينا نمشي. خليك شارح كنزاي صلوا الضحى من دونه. تعال عندي يلا. سجل آخر مرة فرصك آخر فرصة لك يلا. آخر فرصة لك يلا سجل. يلا يلا
وين فيديو فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي واجعل الحياة زينة لي زيادة لي من كل خير في كل خير. خلاص كفي اليوم يلا وصل الضحى خلينا نمشي يلا شروق صلي شروق جوال تعب فيديوهات النبي هيك احمد صلي يطلع لي يقول لي تمام حلوه هي صلاتك.